بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتذكر الويب، وده أعطيكم لمحة عن التراي والإكسبت، لمحة بسيطة. هو مش مطلوب منكم الفصل هذا، راح تاخذوه بالأوبجكت، بس كمان بالأوبجكت حاطين إنه ريفيو، حاطينه مختصر، لهيك نعطيكم لمحة هسه عشان يكون وضعك سليم بمادة الأوبجكت. ونروح على شابتر الفايلز، نروح على شابتر الفايلز، بس ناخذ ربع ساعة هون، ثلث ساعة بهذا الشابتر. الويد ستيتمنت حكينا شو صيغتها، with expression as variable sweet colon، ومننساش الكولون، بعدين مجموعة جمل داخل هاي الويد. للأوبن حكينا with، هون الاكسبريشن اللي هو خيار الأوبن، أوبن بين أقواس اسم الملف مع المود، as اسم الأوبجكت، بتحط لي اسم الأوبجكت. بعدين شغلك على هذا الفايل، ما دامك بدك تشتغل عليه، بتحط كل الأوامر تحت داخل الويد. بس تخلص من الويد، بس تخلص منها بتطلع على برا، تطلع الإزاحة لبرا. طب إذا طلعنا الإزاحة لبرا، قلنا الويد ستيتمنت بتسكر الملف تلقائيا، يعني لو جيت كنت فاتحه للكتابة وجيت أكتب فيه وأنا طلعت من الإزاحة، بعطيني إيرور إنك بدك تعمل input value error input output in closed file، إن الملف مسكر. قاعد أنت بدك تكتب على ملف مسكر، لو كنت فاتحه للقراءة وجيت أقرأ منه بعد ما طلعنا من الإزاحة، شو بعطيني؟ كذلك input a value error input output on a closed file، على ملف مغلق. المحاضرة الماضية ذكرنا طبعا الليست هاي اللي هو طلاب البايثون 110 وصلوا للليست. with open، شوفوا كيف عملنا with open، خيار الopen حطيته بعد ال with، as اسم الobject، as اسم الobject، هذا اسم الobject اللي بيرتبط بهذا الملف. بعدين طبقنا مثلا الرايت لاينز، عملت ليست 2 فيها قيم. بعدين طب هاي ليست 2 لو عملتها برا بصير؟ بصير، واستخدمتها جوا الويذ. لو عملتها هون ليست 2 عملتها برا واستخدمتها خارج الويذ، واستخدمتها جوا الويذ، بصير؟ اه بصير. جيت استخدمت تم اندرسكور اوبجكت دوت رايت لاينز اوف ليست 2، يعني قيم list 2 خزين اكتبها داخل الرايت لاين، داخل الاوبجكت. وقلنا الرايت لاينز بكتب محتوى الليست زي ما هي، يعني اذا ما في باك سلاش ان ما بنزل هو سطر، بكتب السترينج الاول، العنصر الاول من الليست، فاصل العنصر الثاني. طب هو اذا كتب العنصر الاول لازم ينزل سطر؟ بنزل سطر اذا لقى باك سلاش ان، اذا ما لقى باك سلاش ان ما بنزل سطر. وهذا المره الماضيه وريتكم اياه. بس اطلع من الملف، بس اطلع، كيف اطلع؟ هيك يعني طلعت من الإزاحة، طلعت. لو جيت هسا قلت تم دوت تم اندرسكور فايل دوت رايت مثلا هلو، اكتب لي هلو، شو بعطيني؟ شو بعطيني؟ بعطيني ايرور انك الملف تسكر. انت مجرد ما طلعت من الإزاحة بالويذ بيقول لي بدون ما انت تقول فايل اوبجكت دوت كلوز، ولو قلت فايل اوبجكت دوت كلوز بس طلعت ما بعطيك ايرور، خلاص بعتبرها زيادة لأنه مسكر، بعتبرها زيادة ما بعطيني ايرور. بس بنفس الوقت إذا أجيت أكتب وأنا هذا الملف أغلق، طب شو الإغلاق؟ أنا ما عملتش إغلاق، هو أغلق أوتوماتيكلي لأن أنا كاتب داخل with statement. هاي فائدة الوذ، إنه راح يغلقه تلقائيا. إذا طلعت منه حاولت تكتب راح يعطيني ايرور، هاي أعطاني ايرور، أعطاني ايرور على هاي الجملة name error. ها هنا الايرور، object هذا اسمه. طبعا هو بكل الاحوال راح يعطيني ايرور، هسه بدي اظبط هاي، راح يعطيني ايرور بس اسم الايرور هيو value error input output operation on closed file. وضحت الويد؟ وضح الويد والرايت والرايت لاينز؟ في حدا عنده سؤال؟ اعطيك لمحه على التراي والاكسبت. لاحظ التراي والاكسبت، احنا ممكن يحصل عندنا اخطاء بالكود، احنا ممكن واحنا نكتب يحصل خطا معين. اذا بدي اعالج الخطا، بديش يحصل اذا حصل الايرور يطلع من الكود يوقف يعطيني ايرور بالرن، لا، بدي اعالج الخلل. اذا حصل خلل بقول له بدي اعالجه. اذا بدي اعمل هاي العمله لازم استخدم التراي والاكسبت. شوفوا شو بتكتبوا، تراي حط كولون، الاشي اللي بدك تشتغله بتحطه داخل التراي. زي مثلا هون عندي اكس وواي برا او جوا مش مشكله، بدك تقراها من جوا التراي بصير، بدك تقراها من برا التراي بصير. لو بدي اقرا قيم لاكس، هاي اكس تساوي
انت انبوت انتر اكس، وبدي اقرا قيمه لواي، واي يساوي انت انبوت انتر واي. لاحظ اول ايرور ممكن يصير عندنا، ممكن يصير عندنا انك انت تدخل بالانبوت، مثلا ممكن ادخل قيمه غير قابله للتحويل لانتجر، صح؟ لو جيت عملت ران ودخلت قيمه غير قابله للتحويل لانتجر، مش راح يعطيني ايرور؟ يعطيني ايرور ولا لا؟ يعطيني ايرور ولا لا؟ طب انا هاي بدي احط لك كودات بسيطه، ممكن اعالج المشكله باني اكتب اكسبت. شو بكتب؟ تراي. التراي بحط فيه الشيء اللي بده يصير، الشيء العادي الطبيعي. اذا بحتمل انه بده يصير خلل معين بحط اكسبت مثلا فاليو ايرور. اكسبت بدك تحط اسم الايرور. في عندنا اخطاء كثير، شوفوا لما يعطيني ايرور مسج، نيم ايرور، فاليو ايرور، اندكس ايرور، بعطيني اسم الايرور، صح؟ اذا مش عارف اسم الايرور تقدر تكتب اكسبشن. الاكسبشن اللي هو النوع العام، دكتور اكسبت اكسبشن. اذا مش عارف اسمه الايرور اللي ممكن يحصل شو بتحط لي؟ اكسبت اكسبشن فاليو ايرور، اكسبت فاليو ايرور از اي. اكسبت اذا حصل هذا الايرور بدي اقول له مثلا برنت يور فاليو از رون. طب ضروري احط از اي مثلا؟ ضروري احط از اي؟ هاي اسم مختصر، اسم مختصر. الاسم المختصر لو ما كتبته عادي. في عندنا ايرورز، في عندنا ايفنتس، في عندنا اندنج كونديشنز، شايفين؟ اي او ايرور، ممكن الانبوت اوتبوت ايرور، فاليو ايرور. الانبوت اوتبوت ايرور مثلا فايل، فتحت فايل للقراءه، الفايل مش موجود، بديش يوقف التنفيذ. اذا ما حطيت، اذا ما عالجت المشكله والفايل مش موجود شو راح يعمل لي؟ راح يعمل لي ايرور ويقطع التنفيذ. طب اذا ما بدي يقطع التنفيذ ممكن اعطيه مسج انه اكسبت اعمل كذا. هسه راح اطبق لك اياها عشان نشوف الصيغه. اكسبت ا بارتيكولار ايرور، تراي سويت، اكسبت ا بارتيكولار ايرور سويت اخر. التراي شو بكتب بعد التراي؟ بكتب الاشي العادي اللي بده يصير بالوضع العادي. شو بكتب بعد الاكسبت؟ شو بكتب بعد الاكسبت؟ الايرور اللي ممكن يحصل، الايرور اللي ممكن يحصل وكيف بدي اعالجه. شايفين هون تراي، وين الاكسبت؟ هنا مثال زي الناس حاطين. طيب خلينا اروح اكتب انا بدون هاي as e value error your value is wrong. شوفوا لو طبقت، لو قال لي enter x، شوفوا دخلت له rr. rr هاي بيقدر يحولها، بيقدر يحولها لا انتجر. بالوضع العادي شو راح يعمل؟ راح يطلع من التنفيذ. هون شو قال لي مباشره؟ your value is wrong، ما طلع من التنفيذ، ما قطع التنفيذ، بس لأنه حصلت الفاليو ايرور راح وين مباشرة؟ راح على الاكسبت وقال لي يور فاليو از رونج، إنه قيمتك غلط. طب أعمل ران كمان مرة، اكسبت أدخلها صح، هي دخلها 56. واي بدي أدخلها 7 ويو 6 يو، شو قال لي؟ يور فاليو از رونج. مش بس إني أقول يور فاليو، يعني ممكن أقول له بدل إذا كانت قيمة X غلط إنه اعمل كذا، إذا كانت قيمة Y error اعمل كذا، بعدين اطبع لي X و Y وهكذا. طيب أنا بدي أحط لك شغلة ثانية، error ثاني. error ثاني مثلا بالكمبيوتر ممنوع أقسم على صفر. Zero division error، في عندنا error zero division error اسمه zero division error. طب أنا لو دخلت قيمتين try، قرأت قيمتين، المثال قبل شوي قرأنا x و y، تقرأ قيم ل x و y وأوجد حاصل قسمتهن، أقسم x على y بصير ولا بصيرش؟ بصير. هاي قرأت x و y بعدين اجيت قلت له div يساوي x على y.
طب اكس على واي، طب افرض انها واي صفر، راح يعمل لي ران تايم ايرور، راح يعمل لي ايرور ويقطع التنفيذ. طب انا عشان اعالجه ممكن اطبع له برنت اكس فاصلة واي فاصلة الدف، هاي النتائج. طب اذا بدي اعالج حالة انه صار عندي ايرور، بقول له اكسبت اسم الايرور، اذا مش عارف اسم الايرور بتحط اكسبشن. اكسبشن يعني شو ما حصل الايرور روح على هون، اذا مش عارف انا اسم الايرور بحطه ايش؟ اكسبشن. طب عشان اعرف اسم الايرور هيني بدي اعمل هون قسمه على صفر، برنت عشرة على صفر، بدي اعرف اسم الايرور لان انا مش عارف اسم الايرور. هاي مثلا اذا حصل ايرور ممكن مثلا واي اقول له سندها واحد، بعدين احكي له الديف يساوي اكس على واي، اكس على واي الجديده، بعدين احكي له برنت اكس فاصله واي فاصله ديف، لانه اذا حصل ايرور ما راح يكمل شغله هون بالتراي. مجرد ما يحصل ايرور بروح على الاكسبشن، مجرد ما يروح على بروح على الاكسب، صح؟ ممكن اطبع له مسج the numerator cannot be zero. هاي شو اسم الايرور؟ زيرو division error. طبعا انا كنت مش عارفه لهيك عملت 10 على صفر هاي عشان يعطيني اسمه. هيو زيرو division error، ممنوع اقسم على صفر. هسه هاي بديش، بدي الغيها، وبدل اكسبشن ممكن احط اسم الايرور زيرو division error. طب اذا انا مش عارف الايرور بالضبط شو هو، تقدر تحط العام اللي هو اكسبشن. شو بتحط اسم الايرور؟ اكسبشن. اذا مش عارف، اذا عارف شو اسمه بالضبط شو بتعمل؟ بتحط اكسبت زيرو division error، يعني اذا حصل الخلل القسمة على صفر روح على نجربه معكم. دخلت اكس 2 واي 3، هل راح يروح على الاكسبشن؟ لا، ما حصل عندي خلل، بتوجد القسم 2 على 3 اللي هي 6 بالعشرة دوري، وطبع لي اكس فاصلة واي فاصلة دف، راح على الاكسبشن؟ لا. طب متى راح يروح على الاكسبشن؟ اذا حصل الخلل. نعمل ران اكس 10 واي 0، بيجي يقسم 10 على 0 بيعمل الايرور زيرو division error. شو حل الزيرو division error؟ راح يروح يطبع لي ذا numerator كان not be zero، numerator اللي هو المقام، لا denominator المقام، صح numerator البسط، ذا denominator كان not be zero y يساوي واحد، يسند لواي واحد بدل الصفر يسند لها واحد، يوجد x على y مثلا 10 على واحد 10، يطبع لي 10 واحد 10 منا ران. هاي صفر، شو قال لي؟ لانه واي صفر اجى يقسم 10 على صفر نتج عنها ايرور. الايرور بكمل هون، بكمل بالتراي مباشره. اذا حصل ايرور باللي جوا التراي بيروح وين؟ على الاكسبت. وين بيروح؟ على الاكسبت، وبينفذ اللي جوا الاكسبشن، ما بيقطع التنفيذ. بس لو مش عامل اكسبت انا بيعمل لي ران تايم ايرور وبيقف، بيقطع التنفيذ. إذا أنا ما بدي يقطع التنفيذ المفروض أعمل التراي والإكسبت. لاحظ برنت ذا دينومينيتر كان نوت بي زيرو، هاي طبع لي ذا دينوم، طبعا هو هاي قبل ما عدل، ذا نيوميريتر كان نوت بي زيرو، قيمة إكس 10، قيمة واي 1 لأنه سند لها 1 واي، وقيمة إكس على واي 10 على 1 10. لاحظ متى بروح على الإكسبت؟ إذا وضعي سليم هيك مثلا 5 و 6، 3 و 6، 3 على 6 نص. هل راح فيها ايرور؟ ما فيهاش ايرور، خلص بطبع لي 3 6 ونص، 3 6 ونص. طب اذا حصل ايرور، الايرور شو الايرور اللي ممكن يحصل هون؟ طبعا هو ممكن يحصل اكثر من ايرور، ممكن فاليو ايرور زي قبل شوي انه ادخل قيمه للانبوت بكون غير قابل للتحويل لانتجر، بس احنا قلنا ايرور واحد عشان ما على صفر، 34 على صفر. صارت مشكله، صار ايرور ما كمل، وين راح؟ راح على الاكسبت، طبع لي ذا دينومينيتر كان نوت بي زيرو، اسند لواي واحد وقسم 34 على واحد اعطاه 34. شفنا كيف اشتغلنا؟ فهمنا التراي والاكسبت؟
هاي مش مطلوبة منك هالساعة، بس هي مطلوبة بالأوبجكت، والأوبجكت حاطين ريفيو على أساس إنك ماخذها، لهيك كونوا على إنكم عارفين شو يعني تراي وإكسب. بس لمحة بسيطة مطلوبة هون بالمادة، مش مطلوبة يعني آخر سلايد مطلوب منك آخر سلايد مطلوب اللي هو لعند نهاية الود، اتفقنا لنهاية الود مطلوب، لتراي واكسبت مش مطلوب. هسا عم نروح على شابتر الفانكشن، مش انه مش مطلوب مش مهم، هو مهم كثير، رح تاخذ لمحة عنه بالأوبجكت. نروح على شابتر الفانكشنز نشوف شو يعني فانكشن، شو يعني فانكشن، كيف بكتب فانكشن. لحد الآن احنا تعاملنا مع الفانكشنز، تعاملنا مع فانكشن وميثودز، عملنا مع فانكشن وميثودز كثير، بس كلها كانت بيلد ان. شو يعني بيلد ان؟ يعني مبنية باللغة جاهزة، بس أنا كنت أستدعيها. شو كنت أعمل؟ كنت أستدعيها زي الباور اللي بالماث، كنت أعمل import math وأجي أقول math.pow وأعطيه قيمتين، بعطيني أس x y، بعطيني x to power y، square root math.sqrt وبعطيه رقم، بعطيني الجذر التربيعي له. هذا شو square root والباور والساين والكوساين والتان، هذا كلهن functions، functions بس مبنيات جاهزات، هن جاهزات، مش أنا اللي عرفتن، في حدا عرفن وفر لي إياهن بباكج بحيث أنا أقدر يسهل علي ويساعدني إن أستعملهن. طبعا أنا بقدرش أكتب function خاص فيه، بقدر، هو الأصل إني أكتب برنامج يكون مجموعة من الفانكشنز، لأنه لحد الآن إحنا قبل ما نأخذ الفانكشن كل برنامج كان وحدة واحدة. كيف يعني وحدة واحدة؟ يعني كل شيء كنت أكتبه بجزء المين، نسميه المين بارت، الجزء الخارجي. طب منطقيا لو سألتك إنه المشاكل أحيانا بتكون كبيرة جدا، معقول تقعد تحل المشكلة بوحدة واحدة؟ مش انت لازم تقسم المشكلة لأجزاء؟ احنا المفروض ان نقسم المشكلة لأجزاء ونحل كل جزء لحال. طبعا تقسيم المشكلة لأجزاء بيسهل علي حلها، لانه اذا انت بدك تفكر بمشكلة كبيرة مرة واحدة مش رح تعرف تفكر، بس اذا قسمت لكل جزء لأجزاء بسيطة وفكرت بكل جزئية لحال كون تفكيرك اسهل، تقدر تحل كل جزء لحال بعدين تجمعهم. طب شو فائدة التقسيم؟ مش بس انه تفكيري بكون اسهل، أنا بقدر أدقق على الأخطاء بكل جزء. أما لو كان كود كبير كبير مثلاً 100 صفحة، بعض الكودات بتصل، بعض الكودات بتصل 100 صفحة، كلها نعملهن جزء واحد ولا قسمهن لإقترانات؟ لا، بقسمهن لإقترانات، كل إقتران بيأدي وظيفة معينة، بس أقسمه. في التقسيم له فوائد كثير، أول شيء بسهل علي التركيز، يعني بركز بجزئية، بسهل علي التفكير، بسهل علي البرمجة، بسهل علي إذا حصل خلل، لأنه هذا جزء صغير بقدر أكتشف الخلل فيه وأعمل له تيست، بسهل علي التستينج، يعني إني أفحص كل جزء لحال، إذا هذا الجزء تأكدت منه خلاص، إذا حصل معي إيرور، لو جمعت الأجزاء حصل معي إيرور ممكن يكون بجزء ثاني، إذا أنا متأكد من كل جزئية لحال خلاص بقدر أجمعهن ويكون خالي من الأخطاء. ممكن أجمعهن ويصير عندي إيرور إنه عملية التجميع كانت غلط، أو عملية التفاعل مع بعضهم كان غلط، بدقق بعملية التفاعل. طب الشغلة الثانية إنه أنا إذا قسمت المشكلة مش شرط شخص واحد يحل المشكلة، مش شرط إنه واحد يحل المشكلة، ممكن أوزع كل فانكشن على شخص يحله، أو مجموعة من الفانكشنز اللي لها علاقة ببعض إنه شخص يحلها، بعدين أنا أجمع الحل. لهيك عملية تقسيم المشكلة نسميها modularization، منقسمها لموديولز أو فانكشنز، بتكون بتسهل علي الحل، بتسهل علي الديبوجينج، بتسهل علي، تسمح لي بالتشارك، التشارك إني أشارك أشخاص آخرين إنه المشكلة تتقسم على أكثر من شخص يحلوها. الشغلة الثانية بتبسط بتسهل علي فهمه. طيب نشوف شو يعني function، عرفنا شو أهمية الفانكشن والفانكشنز، كمان إني أعرف function مش أعرف الكود هيك زي ما كنا نعرف بسبح بالهواء. هذا كود لو كان جوا function ممكن أخلي أي شخص آخر يستعمله كمان، لو كان داخل function. ذكرين بالوحدة الأولى عملنا import لموديول، شو كانت الموديول؟ الموديول كانت عبارة عن برنامج عادي بلغة بايثون بيحتوي على مجموعة من functions، بس لازم تكون جوا functions عشان اللي برا يقدر يستعملها، لأنه إذا ما كانت جوا function كيف بده يستعمل اللي جوا هذا الملف؟ يعني هذا الملف لو أعطيته لشخص ثاني كيف بده يستعمل اللي داخله؟ بس هذا كله لو حاطه داخل function
بيقدر يعمل استدعاء للفانكشن زي الماث. الماث ما هو برنامج بلغة دوت بي واي، بس في مجموعة اقترانات باور سكوير روت ساين فلور أشياء كثير، كل شيء له علاقة بالماث موجود بالماث لايبراري صح؟ أنا بقدر أعمل لها import، بقدر أستخدم أي إشي منها. كيف بستخدم؟ لو كان هذا الكود مش موجود داخل function بقدر أستعمله؟ بقدرش، بس أنا موجود داخل functions بقدر أستدعي أي function بدي إياه. وأنا لو ما أعمل import لماث، الماث بجوز فيها مئات الfunctions، أنا بس الإشي اللي بستدعيه هو اللي بستخدمه من الماث صح ولا لا؟ ليك بحكينا كمان فائدة للfunction reusability. شو reusability؟ اللي هي إعادة استخدام الكود، مش بس reusability معناها أني أستخدم كود موجود، كمان الفانكشن نفسه إذا عرفته بتقدر تستدعيه أكثر من مرة. يعني إذا الفانكشن، إذا أنت عرفت فانكشن تقدر تستخدمه قد ما بدك من المرات. يعني كل ما بدي أوجد الباور لقيمتين بستدعي باور، كل ما بدي أوجد السكوير روت روح بستدعي SQRT من الماث صح ولا لا؟ إذا الفانكشن الموجود بقدر أستخدمه أكثر من مرة. طب شو هو الفانكشن؟ الفانكشن بحكينا هو جزء من البرنامج، باخذ inputs بيأدي وظيفة معينة، بيشتغل شغل معين وبعطيني output. الفانكشن هو جزء من البرنامج، بعطيه inputs مدخلات زي الباور، بعطيه القيمتين x و y، هو بعطيني x to power y. بحسب طبعا كيف أعطاني x to power y، أكيد اشتغل، أكيد عمل شغل حسب حساباته وبعدين أعطاني نتيجة. From mathematics we know that function perform some operation. كنا من الرياضيات بنعرف إنه الفانكشن بيأدي وظيفة معينة and return one value، بيرجع لقيمة معينة. They encapsulate the performance of some particular operation so it can be used by others. لاحظ فائدة الفانكشن، بنعمل تغليف لبعض العمليات بحيث أقدر استعملها الآخرين. زي الماث، عمل تغليف لمجموعة functions وسمح لي ان استخدمها، اعمل import للماث واستخدم زي الـ SQRT الساين الكوساين التان كلها بقدر استخدمها صح؟ طيب انا بعرف الـ implementation. شو يعني تغليف هون؟ انا شفت الـ implementation للـ SQRT. انت تقدر تشوف الـ implementation؟ لا، هو بخفي عنك الـ implementation بس موريك انه عندك method اسمها SQRT. انت بتعطيها الـ input رقم موجب، لازم يكون موجب الجذر، بعطيني جذرة مثلا بدون ما يقول لك كيف هو حسب. هذا نسميه encapsulation اللي هو التغليف، اللي هي اخفاء التفاصيل. طب انا بقدر اعمل زيهم؟ بقدر اعمل زي الماث؟ بقدر. لهيك راح نتعرف كيف نعمل function. why have functions؟ ليش بدنا الفانكشن؟ بحكي لنا support divide and conquer strategy. شو divide؟ ان اقسم المشكله، هذا divide. تجميع الحل بنسميه conquer. اتفقنا؟ التقسيم والتجميع، بقسم وبجمع. طب هذا له فائدة؟ أول شغلة بوفر لي abstraction، تجريد ببسط علي. لما تقسم أنت بتجرد لك المشكلة، بتفهم الجزئية، كل جزئية لحال، بصير حل المشكلة سهل. يعني زي الoperating system اليونكس. اليونكس طلاب بجامعة سنة ثانية، طلاب سنة ثانية مش طلاب خريجين، طلاب سنة ثانية بجامعة من الجامعات، الدكتور وزع عليهم المهام الموجودة باليونكس، كل طالب عمل مهمة كبروجيكت وجمعوا مع بعض، طلع عندهم نظام التشغيل اليونكس. طبعا اليونكس اقوى من الويندوز، شوفوا الويندوز قديش بيوفر لي دعم للجهاز وسكيورتي ونتوركينج، اشياء لها علاقه بالشبكات وبالسكيورتي وبالريسورسز وبالاشياء كثير. يعني حجم البرنامج الاوبريتنج سيستم ضخم، وزع على 40 طالب اليونكس اللي هو اقوى لسه من ويندوز، وزعوا على 40 طالب، كل طالب حل جزئية، بعدين جمعوا الحل، طلع عندهم نظام تشغيل. يعني البرامج بالعادة بتكون كبيرة، ما بيقدر شخص واحد إنه يحلها. Reuse or once written, use again. Reusability قلنا، مجرد ما تكتبه تقدر تعمله بملف وتعمل له import ببرنامج آخر. يعني ممكن ملف في برنامج يكون فيه مجموعة functions، إذا بدي استخدمها مش شرط إذا رحت على أكتب برنامج آخر وبدي أستخدم الفانكشنز اللي كتبتها بالبرنامج الأول، مش ضروري أعيد تعريفه، بس بعمل import للملف اللي فيه الموديول اللي فيه الفانكشنز، وبصير بكتب اسم الموديول، مثلا موديول اسمها test، import test.py، هاي test فيها function 1 وfunction 2 وfunction 3 وfunction 4، باجي بعمل import test 1، باجي بصير أقول test1.function1 test 2 زي الماث.
الماث ما هي موديول ماث دوت بي واي فيها مجموعة فانكشن أنا بعمل لها إمبورت وبصير أستخدم الأشياء اللي فيها صح ولا لا؟ هذا reusability. الشيرنج إن أتشارك مع أشخاص آخرين إنه ممكن أعطي ملفي لشخص آخر يستفيد منه. security well tested then secure for reuse. حكينا كل جزئية لما تكون جزئية صغيرة بقدر أعمل لها debugging بشكل أفضل، بقدر أفحصها بشكل أفضل وأتأكد إنه كل حالاتها سليمة ما فيهاش أخطاء، وبالتالي كل الشغل بيكون سليم إذا فحصت كل جزئية لحال. simplify code. simplify ببسط علي البرمجة بيكون more readable. defining and calling function. كيف أعرف function؟ طب هسا أنا بدي أبلش أعرف function. إحنا كان عنا بالstring اللي تعلمناها إن find والcapitalize وupper ولower هاي كلها methods function. الmethod طبعا هي زيها زي الfunction، حكينا إن الmethod زي الfunction بس إنه تطبق على object معين. كلها functions. طب أنا كلها هاي ما كنتش كاتبها، كنت استعملها بس. طب هسا أنا بدي أكتب function. consider a function which converts temperature. شوفوا بدي أكتب أول اقتران. اقتران هاد شو وظيفته؟ بدي أحول temperature in celsius to temperature in fahrenheit. بدي أحول درجة الحرارة من السيليسيوس للفهرنهايت. شو المعادلة؟ لازم أكون عارف المعادلة. المعادلة أنا مش رح أخترع معادلات هسا. الفهرنهايت تساوي السيليسيوس ضرب 1.8 × 32. لاحظ إذا أعطيتك السيليسيوس الفهرنهايت تساوي سيليسيوس ضرب 1.8 × 32. طب خلينا أكتب الفانكشن اللي بيأدي هاي الوظيفة. كيف أكتب الفانكشن؟ كيف بنكتب فانكشن؟ نكتب فانكشن بنبلش بالكيورد ديف. شو بنبلش؟ بالكيورد ديف. ديف اللي هي ديفاين، اختصار من ديفاين عرف. بعدين بتكتب اسم الفانكشن. احنا شو بدنا نحول؟ سيليسيوس تو فهرنهايت. يفضل ان نختار اسم معبر سيل تو فهرنهايت. بدناش نكتب اسم طويل. بصير اكتب اسم طويل؟ بصير. مش احنا من القواعد اللي هو هذا اسم الفانكشن بتنطبق عليه شروط التسميه، يتكون من احرف وارقام واندرسكور ولا يبدا برقم ولا يكون كلمه محجوزه، ممكن يكونوا في اني لينث متذكرين، ما يكونش كلمه محجوزه وممكن يكون طوله مش مقيد انا بالطول. شوفوا بعدين بحط اقواس، متذكرين لما كنا نستدعي الفانكشن نحط اقواس الانبوتس؟ هون بنحط شيء اسمه باراميترز. شو بده ياخذ هذا؟ سي. سي اللي هي السيليسيوس يرجع لي ريتير. شو قال لي الفهرنهايت؟ 1.8 ضرب سي زائد 32 بعطيني فهرنهايت. هاي صار عندي فانكشن. هذا الفانكشن سيل تو اف سيل تو فيه بحسب سيليسيوس تو فهرنهايت، بحول من سيليسيوس بعطيه سي. هاي حسب الفهرنهايت اللي هي 1.8 ضرب سي زائد 32. طب هذا الفانكشن عشان استعمله لازم استدعيه. تعريفي ما بيعني اني استعملته. بدي استدعيه برنت مثلا اسمه. كيف بستدعيه؟ احنا اللي كنا نعمله زمان بس كنت اعمل كول، ما كنت اعرف، كنت اعمل كول. كيف كنت اعمل كول للباور؟ بس هذاك كان تابع لماث، ماث دوت بي او دبليو. احنا هون مش تابع للايبراري، بكتب اسمه مباشره سيل تو، ننتبه على حالة الحرف اللي كاتبها لأنه لغة بايثون كيس سنسيتيف. تو فيه مثلا درجة الحرارة 37 بالسيليسيوس، أشوف قديش بتساوي بالفهرنهايت. برنت مثلا ضروري ببرنت، ممكن أقول له إكس تساوي سيل تو فيه. هاي استدعيته كمان مرة درجة الحرارة 40. طب هاي اللي بده يرجع بستدعي الفانكشن، القيمه اللي بترجع اسندها لاكس. بقدر اطبع اكس هون برنت اكس، ممكن اطلب منه يدخل القيمه سيل يساوي فلوت انت input enter السيليسيوس. ادخل درجة الحرارة بالسيليسيوس. بعدين print cell to pair of cell لقيمة السيل هاي، اوجدها واطبعها. طب هذول كلهم شو عملت هون؟
أنا هاي هذا الفانكشن عرفته. طبعاً مهمته سهلة، وهذا اللي بسيطة، 1.8 بالعشرة ضرب سي زائد 32، لهيك كان جسم الفانكشن سهل بسيط. طب دائماً الفانكشن لازم جملة واحدة؟ لا، ممكن يكون فيه قد ما بدي. هسه راح أكتب لك الفانكشن الفاكتوريال، بعطيه رقم بعطيني المضروب. مهمته أصعب شوي من هذا، راح يكون بده خطوات أكبر. هون شو عملت أنا؟ هذا الجزء الخارجي عن الفانكشن بنسميه مين بارت. شو بنسميه؟ الجزء الخارجي مين بارت. بالمين بارت أنا صرت أستدعي هذا الفانكشن. إذا أنا ما استدعيته ما بتنفذ. لازم أستدعيه، وإمكانك تستدعيه قد ما بدك من المرات. طب كيف بتستدعي الفانكشن؟ تعلمنا كيف نعرفه. اسم def، كلمة المحجوزة def، بعدين اسم الفانكشن، بعدين بين أقواس الباراميتر. شو هو الباراميتر هذا؟ باراميتر ليست، مجموعة متغيرات بينات فواصل. هون أنا شو سميت المتغير؟ سي. لازم أسميه سي، بقدر أعطيه أي اسم، سي، إكس، واي، أي، بي، سي، شو ما بدك تسمي الباراميتر سميه. بعدين قلت له ريتيرن 1.8 بالعشرة ضرب سي زائد 32. هاي المعادلة بتحول لي، تأخذ السي جملة الإرجاع بالفانكشن بترجع نتيجة. طب هذا الفانكشن تعريفه ما بيعني إن أنا استخدمته، عشان أستعمله لازم أستدعيه. كيف بستدعيه؟ بكتب الاسم زي ما هو وببعث قيم. هذا بنسميها argument list. شو بنسميها؟ argument list. شو هي argument list؟ اللي هي القيم اللي بدي ابعثها للباراميتر. زي لما نيجي بالرياضيات نحكي لام السين فاصل صاد يساوي سين تربيع في صاد زائد صاد مثلا. هذا تعريف لام سين فاصل صاد يساوي سين تربيع زائد صاد. طيب لو قلت لك احسب بتقول لي شو سين وصاد؟ بدك تقول لي لام الخمسة فاصل ستة. هيك انت بتستدعي، بروح بعوض خمسة تربيع زائد ستة برجع لي النتيجة لما استدعي. هذا الاستدعاء بكتب اسم الفانكشن بين اقواس الارجيومنت. شو الارجيومنت؟ القيم اللي بدي ابعثها للباراميتر. طب منين راح يتنفذ الفانكشن؟ بروح على الفانكشن مباشرة؟ لا، بروح على المين، الجزء الخارجي. لقى جملة برنت، شوفوا كيف راح اتبعه. لقى جملة ايش؟ طباعة. داخل جملة الطباعة شو لقى؟ شو هاي سلتوفي؟ هاي استدعاء. هاي ايش؟ استدعاء للفانكشن سلتوفي. طب الفانكشن سلتوفي اللي بدي استدعيه، شو يعني استدعيه؟ بنتقل التنفيذ. شوفوا شو بصير لما استدعي فانكشن بالجزء الخارجي، بنتقل التنفيذ. التنفيذ مباشرة وين راح يروح؟ راح يروح على الفانكشن سلتوفي. وين راح ينتقل؟ راح يترك هاي النقطة ويروح على الفانكشن المستدعى. الشغلة الثانية اللي بتصير سي راح يسند لها القيمة هسه 37. شوفوا شو عمل؟ أسند لسي القيمة 37. رجع لي 1.8 بالعشرة ضرب سي، ضرب سي اللي هي 37 زائد 32. 32 1.8 بالعشرة اللي هي تقريبا ممكن تطلع قريب المية. درجة الحرارة بتطلع قريب المية. الجواب هذا وين راح يرجع؟ وين راح يرجع؟ راح يرجع هون. النتيجة وين راح ترجع؟ راح ترجع على النقطة اللي طلعت منها. هاي جواب الاستدعاء، نفرض انه 100. نفرض افتراض هسه بعمل رن بنشوف شو النتيجة. برنت بطبعها. وهاي بس تطلع السي هاي راح تتحطم، لأن إذا رجعت استدعيته كمان مرة باخذ قيمة جديدة لسي، اتفقنا؟ رديت قلت له اكس تساوي اكس هاي بالمين. شو راح يسند لاكس؟ لاحظ شو اسند لاكس؟ القيمة اللي بدها ترجع من استدعاء الفانكشن سلتوفي. هناك طبعها مباشرة، هون لا، راح يسندها لإكس. اسم الفانكشن قلنا مجرد ما يلاقي اسم الفانكشن جملة استدعاء بروح ينتقل من هاي النقطة للفانكشن المستدعى اللي هو سلتوفي. وهسه راح ينشئ سي مرة ثانية ويبعث لها القيمة 40. شوفوا قيمتها هسه سي 40. بيشتغل 1.8 بالعشرة ضرب 40. 40 و8 في 40. 8 بالعشرة في 40 32 72 زائد 32 104. صح؟ ترجع النتيجة 104. ال 40 اللي هي 104 بالفهرنهايت. هاي 104 بترجع بنسندها لإكس. إكس صارت قيمتها 104. وبس طلع هذا من سي هاي راح يلغيها قلنا. رد لقى، شوفوا هو من المين بس يلاقي جملة استدعاء بروح على الفانكشن، بس يخلص برجع على النقطة اللي طلع منها. طيب قال لي برنت اكس تطبع لي 104. هسه صار نتيجتين مثلا 100 مثلا 104. طبعا 100 هاي بجوز احتمال غلط تكون، لاني ما حسبتش 1.8 بالعشرة ضرب 32.
32 و8 بالعشرة ضرب 32 طيب بعدين طلب منه انتر اسل هون بنطبع لي انتر سل تساوي فلوت اطبع لي انبوت انتر اسل اطبع لي اياها زي ما هي بعدين دخلت له مثلا السيليسيوس 20 20 هاي قيمة السل هون بالمين رح يصير قيمتها 20 القيمة اللي دخلتها يجيت حكيت له برنت سل تفه اوف سل هاي شو معناها؟ شو بدي يطبع؟ شو عمل هون؟ كمان مرة رد عمل استدعاء للفانكشن سيل تفه بصير يستدعيه أكثر من مرة؟ آه بيعرفه مرة واحدة وبيستدعيه أكثر من مرة لهيك بنحكي ريوزابيليتي لو مش مكتوب هذا كل شوي بدك تقول لي 1.8 بالعشرة ضرب درجة الحرارة زائد 32 كل درجة بس لأنه الفانكشن مكتوب شوفوا بس استدعيه وبعطيه درجة الحرارة وبعطيني بالسيليسيوس بيرجع لي إياها بالفهرنهايت هسا قيمة السل هاي اللي هي 20 رح يروح يعطيها لمين؟ رح يمررها للباراميتر اللي هو سي بعدين بيشتغل 1.8 بالعشرة في 20 20 زائد 16 36 زائد 32 68 ال 20 اللي هي 68 جوابها رح يطلع 68 68 شو رح يعمل فيها؟ رح يطبع لي هون 68 خليني اعمل رن وبدي ادخل نفس القيم هاي رن دخل شوفوا هاي 98 طلعت وستة بالعشرة انا قلت تقريبا 100 لاني ما دققتش بالحساب الثاني 104 انتر بعدين شوفوا ترتيبهن استدعى طلع لي جواب 37 رجع طبعها بعدين رد استدعى واستند لاكس بعدين طبع اكس هيها 104 بعدين طلب مني أدخل انتر أسل هيا دخلت 20 20 قلنا 68 هيا 68 منين اجت 68 هي استدعى سل تفاح بعث قيمة السل اللي هي 20 بعث ثلاثية حسب قديش حسب الجواب 1.8 بالعشرة ضرب 20 زائد 32 طلعت 68 رجعت النتيجة وطبعها شفنا كيف الاوتبوت سهل الفانكشن الفانكشن بلغة بايثون كثير بسيط يعني فيهوش تعقيدات كثير مش زي لغات البرمجة الأخرى كثير سهل وبسيط حتى تعريفه ديف فيش داتا تايبس فيش كثير كثير يعني لو اخذتوا السي بتعرفوا الفرق بين قديش بسيط الفانكشنز قديش كتابته سهل طب هسه نشوف بالسلايدات اول شيء ماثيماتيكال نوتيشن كونسيدر ا فانكشن ويتش كونفيرتس تمبريتشر هذا حكيناه الفهرنهايت شوف اف تساوي سيليسيوس تو فهرنهايت طبعا هو بعده هون بلت وبعجن نروح على التعريف هاي التعريف يبلش ديف الكي وورد ديف بعدين اسم الفانكشن انا اختصرت كتبت سيل تو فهم ما حطيتش اندر سكور المهم الاسم تنطبق عليه شروط تسميه الايدنتيفاير هون مسميه سيليسيوس اندر سكور تو فهرنهايت ولما استدعيه لازم اكتب الاسم بالضبط مع حاله الحرف لا نقص حرف ولا زيد حرف ولا غير بحاله الحرف عشان يعرف انه هذا الفانكشن المستدعى مش يقول لي شو هذا بعدين شو اعطاني برام اندرسكور فلوت انا سميته سي البرام اللي هي باراميتر صار من باراميتر عشان يحكي لك انه هاي باراميتر ليست انا سميته سي ممكن اسميها اي بي اكس واي اي اسم انا سميته سي شو قال هي ريتيرن متغير برام اندرسكور فلوت اللي انا كنت مسميه سي ضرب 1.8 بالعشرة زائد 32 نفس ما عملت اه طب هسه انا شو لازم اعمل تعريفي للفانكشن بيعني اني استخدمته لا الماث لايبراري لما اعمل لها امبورت فيها مجموعه كبيره من الفانكشنز انا ما بستخدم غير الإشي اللي بستدعيه حتى لو معرف يعني لو معرف 100 فانكشنز اذا ما استدعيتهم ما بتنفذن بس الفانكشن اللي بتستدعيه هو اللي بتنفذ طب مسموح لي استدعيه بس مره واحده بامكانك تستدعيه قد ما بدك من المره لهيك انا وريتك اني استدعيته ثلاث اربع مرات طب كيف بستدعيه اسمه بين أقواس بارجيومنت شو الارجيومنت هي قيم بدي ابعثها للباراميتر شو الارجيومنت ليست هي القيم اللي بدي امررها للباراميترز والارجيومنت ليست ماتش وذ باراميتر ليست شو يعني ماتش يعني لازم تتوافق مع الباراميتر يعني هذا الفانكشن
في متغير واحد. إذا لما تيجي تستدعي سيليسيوس وفهرنهايت، كم قيمة تبعث؟ قيمة واحدة، ما تبعث قيمتين، بعطيك إرر، لأنه هو بأخذ بس قيمة واحدة. بده إنبوت، بده كإنبوت قيمة واحدة فقط. شوفوا calling a function، عشان أستعمله بعد ما أعرفه بعمل له calling، استدعاء. شوفوا كيف استدعى هون، عمل cell underscore float، سمى متغير اسمه cell، قرأ قيمته من الكيبورد زي ما أنا هون عملت cell. طبعا ضروري أقرأ قيمة من الكيبورد، ممكن أبعث الإنبوت يكون هيك 37 قيمة مباشرة 40. هون قرأت سيل، قرأت قيمة سيل من الكيبورد، حولتها لفلوت واستدعيت سيل تفاه وبعثت له قيمة المتغير سيل. هو بكل الأحوال هاي argument اسمها. هون السي شو اسمها؟ باراميتر. هون بجملة الكول شو اسمها؟ اسمها argument. الargument هي القيمة اللي بدي ابعثها للباراميتر. الباراميتر هو متغير، وين باخذ قيمته؟ عند الاستدعاء. متى باخذ قيمته؟ طب قولي وين قيمة سي؟ بقول لك لما تستدعي الفانكشن بتبعث قيمة لسي. هون انا بعثت اول مرة القيمة 37 لسي، المرة الثانية بعثت 40 لسي، المرة الثالثة بعثت قيمة المتغير سل اللي قرأته من الكيبورد لسي. هون انا كتبت لانه هون كاتب مسميات اكبر، نفس الشغل هي قرأ قيمة من الكيبورد، خزنها بمتغير سل اندرسكور فلوت، بعدين قال لي F تساوي سيليزيوس أندرسكور 2 أندرسكور فهرنهايت. شوفوا استخدم نفس الاسم اللي كتبه، اسم الفانكشن بين أقواس المتغير سيل أندرسكور فلو. لاحظ defining a function، ببلش بالكيورد def. في عنا الفانكشن في جزئين، header وbody. اتذكر انه في جزئين رئيسيين لو منعرف الفانكشن، هيدر وبادي. الهيدر اللي هو السطر هذا اللي فوق، الهيدر اللي هو السطر اللي من فوق بنسميه هيدر. البادي اللي هو بيحتوي على الجمل اللي بينفذها البرنامج الفانكشن عشان يؤدي الوظيفه المطلوبه منه بنسميه بادي او سويت، صح؟ طيب الهيدر بيش ببلش بالكيورد ديف. ديف اللي هي ديفاين، انها ببلش هاي indicating function is being defined، بدني انه انا قاعد بعرف function الديف. بصير اكتبها define؟ لا. بصير احط حرف الدي كابيتال مثلا؟ لا. الكلمات المحجوزه معظمها small letters، غير في عندنا الترو والفولس ببلش كابيتال letter، والنن اول حرف الان كابيتال والباقي small، بس معظم الكلمات الاف الفور الالس الالف كلها small letter. الواي مذكرين الان الاز معظمهن small letters. هاي ديف function underscore name اسم الفانكشن. طب في قيود على اسم الفانكشن؟ اللي هي شروط التسمية اللي تعلمناها، function name must follow variable naming rules، must follow variable naming rules. بعدين بين أقواس parameter list، هي list of parameters being passed. طب شو هي الباراميتر ليست؟ بس هون بالتعريف بتحط متغيرات مثلا x فاصلة y فاصلة z فاصلة 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 بيناتهم فواصل. ممكن تكون حتى الباراميتر ليست فاضيه، فاضيه بحط الاقواس فاضيه ولا بحط فيها شيء. اذا الفانكشن ما بده انبوت بتكون الباراميتر ليست فاضيه، بس ما بصير احذف الاقواس، بحط الاقواس فاضيه. اذا ما بده انبوت، اذا بده انبوت واحد بحط له متغير واحد، اذا بده تو انبوتس بحط متغيرين، اذا بده ثري انبوتس بحط ثلاث متغيرات بيناتهم فواصل. لاحظ ان بارانثيسيز بين اقواس كوما سيبريتد. شو يعني كوما سيبريتد؟ يعني بيناتهم فواصل. طب بصير احط فراغات؟ لا، بصير احط فراغات بين المتغيرات بدل الفاصل؟ بصير احط فاصله منقوطه بدل الفاصل؟ لا، دائما فواصل، دائما ليست فواصل بيناتهم، اللي هي اسماء المتغيرات بيناتهم فواصل. بعد الفانكشن هيدر بحط كولون. شوفوا شو نهايه الهيدر، شو النهايه؟ كولون. شو النهايه؟ كولون. طب بعد الكولون لاحظ sweet of the function follow the colon. Suite of the function، السويت اللي هو الجسم، الجسم بتبع الكولون، وبكون معمول له إزاحة لداخل الفانكشن، بكون معمول له إزاحة تاب للداخل عشان نعرف إنه هذا جسم الفانكشن. طب شو هو الجسم السويت؟ مجموعة جمل. طب قديش عددهن؟ حسب المشكلة. شفتوا قبل شوي المشكلة كانت سهلة، معادلة بسيطة، كتبت جملة واحدة. بعد ما تحسب النتيجة بترجع، ممكن ترجع value. طبعا ممكن ما رجعش كمان، ممكن ما اعملش رجاع، ممكن اعمل ريتيرن. ريتيرن معناها رجع، ريتيرن شو معناها؟ رجع. وريتيرن انتبهوا كلمه محجوزه، ريتيرن فاليو تو ريتيرن، فاليو تو ريتيرن ارجع قيمه.
اي return statements indicate the value returned when the function finishes. شو بدني return؟ القيمة اللي بدي ارجعها. طب لمين بترجع؟ ترجع عند المستدعي، عند النقطة اللي استدعيت فيها الفانكشن ترجع النتيجة. اتفقنا لمين بترجع؟ ترجع للمستدعي، لأي مكان بالنقطة اللي طلعت منها استدعيت الفانكشن، طلعت النتيجة بتترجع لنفس النقطة. اتفقنا؟ function sweet طبعا هاي return optional. شو يعني optional؟ يعني ممكن الفانكشن يشتغل وهو يطبع نتيجته بدون ما يرجعها. احنا عادة يفضل ان ارجع النتيجة متى؟ اذا بدي استخدم الفانكشن بمعادلات زي الباور. الباور ما بطبع نتيجته، بيرجع لي اياها. انا بقدر استخدمها بمعادلات اكبر، السكوير روت بالماث بيرجع لي نتيجه، الساين الكوساين كلهم بيرجع لي نتيجه، لهيك بقدر استخدمهم بمعادلات اكبر. بس لو كنت انا بطبع النتيجه هو بصير، بس ما بتقدر تستعمله بمعادله كبيره لانه ما بيرجع منه نتيجه. اتفقنا؟ هاي الفانكشن سويت كونتينز كود تو بيرفورم سم اكشن intended. ولاحظ intended يعني intended يعني بيكون معمول له إزاحة لداخل الفانكشن. طيب the return statement indicates the value that is returned by the function. return شو وظيفتها؟ أرجع نتيجة من الفانكشن. والشغلة الثانية إنها بتطلعني من الفانكشن. يعني لو جملة، لو الفانكشن body احتوى مجموعة جمل، لاحظ لو الفانكشن body حطيت فيه 100 جملة وأول جملة كانت return، خلص مجرد ما نفذ الريتيرن بيطلع من الفانكشن، باقي الجسم ما بينفذه. لو في جمل اخرى بعد الريتيرن ما راح ينفذها. الريتيرن بترجع نتيجه وبتطلعني من الاقتران. شو وظيفه الريتيرن؟ بترجع نتيجه للمستدعي وبتطلعني من الفانكشن. طب لازم اذا بديش اطلع اخر شيء بدي ارجع نتيجه بحط الريتيرن اخر شيء. لو حطيتها بالوسط بصير، بس الجمل اللي وراها مجرد ما تتنفذ الريتيرن اللي بيظل بجسم الفانكشن ما بتنفذ. ليش؟ لانه الريتيرن كمان بتطلعني من الفانكشن. ذا ريتيرن ستيتمنت، لاحظ بحكي لنا ذا ستيتمنت از اوبشنال. شو يعني اوبشنال؟ مين الستيتمنت اللي هي الريتيرن؟ هي اوبشنال، يعني ممكن ما الفانكشن، ذا فانكشن كان ريتيرن نوتنج، ممكن الفانكشن ما يرجعش شيء. اف نو ريتيرن فانكشن از اوفن كولد ا بروسيجر. لاحظ اذا ما كان في ريتيرن بدل ما اسميه فانكشن شو بسميه؟ يطلق عليه اسم بروسيجر. لو سألتك شو هو البروسيجر، هو زي الفانكشن عادي بس ما بيرجعش نتيجة، ما فيهوش ريتيرن، لا يحتوي على جملة ريتيرن، هو بطبع النتيجة بنسميه بروسيجر. هاي الفانكشن سيليسيوس 2 فهرنهايت، هي من الكتاب ديف سيليسيوس 2 فهرنهايت، استقبل باراميتر سماه سيليسيوس اندرسكور فلوت ورجع ريتيرن سيليسيوس اندرسكور فلوت ضرب 1.8×10^32. هذا اختلف عن الفانكشن اللي انا كتبته، نفس الفانكشن بس المسميات اختلفت. اسم الفانكشن انا اختصرته، اسم البراميتر سميته سي، لكن بيأدي نفس الوظيفه. لاحظ التريبل كودد سترينج ان فانكشن. هذا التريبل كودد سترينج، عارف شو هو؟ شو هذا التريبل كودد؟ هاي كومنت. التريبل كودد سترينج جاست after the div is called a doc string. شو يعني doc string؟ documentation string. هي comment. ليش قال عنها doc string؟ لأنها الهدف من الكومنت التوثيق. documentation string. doc string is documentation of the function's purpose. وظيفتها إنه توضح لي هدف، comment ملاحظة بتوضح لي الهدف من الفانكشن. طبعا هذا مش وقت إنه نحكي عن الكومنت لأن إحنا زمان حكينا عن الكومنت، مش هسا. doc string be used by other tools to tell the user what the function is used for more in that later. هذا مفترض انك بعدك ما تعلمت، احنا تعلمناها بالسترينج وتعلمناها بالكومنتس من زمان، عارفين ان هاي كومنت وهاي كومنت. كومنت توثيق، دوك سترينج يعني دوكيومنتيشن سترينج، توثيق توضيح لليوزر للشخص شو هاي العباره. احنا بيهمناش هسه على الدوكيومنت، بيهمنا كيف اعرف الفانكشن. ببلش بالكيورد ديف، بعدين اسم الفانكشن، بعدين البارامتر ليست. طب شو جسم الفانكشن؟ جمل عادية، ممكن تستخدم نستد لوب، ممكن تستخدم اف ووايل، المهم تأدي الوظيفة المطلوبة. لاحظ operation لما استدعي الفانكشن، شوفوا لما تستدعي الفانكشن call copies argument c to the parameter، شو بصير لما نستدعي الفانكشن؟ بنتقل التنفيذ للفانكشن المستدعى ويتم تمرير قيمة الارجيومنت للباراميتر. هون الارجيومنت c، سي هذا متغير لازم يكون فيه له قيمه، يعني مثلا سي تساوي 40 واجي اقول له سيليسيوس 2 فهرنهايت اوف سي، قيمه سي اللي هي ال 40 راح يبعثها للباراميتر.
لاحظ بالمين بارت بس يلاقي جملة استدعاء بنتقل للفانكشن المستدعى. هاي أول خطوة، بنتقل للفانكشن المستدعى control transfers to function. شو أول خطوة؟ إنه الكنترول ينتقل إلى الفانكشن لما استدعي. الخطوة الثانية يمرر الباراميتر الارجمنت للباراميترز أو الانبوتس، هاي سي قيمتها رح تمرر لبرامة. الخطوة الثالثة إنه الفانكشن بيشتغل شغله وبرجع لي نتيجة. النتيجة اللي بترجع بترجع لهاي النقطة تسند لإف. شوفوا خطوة الثالثة والرابعة. هو نشرح لي خطوتين، إني استدعيت الفانكشن الارجمنت اللي هو السي، هذا الارجمنت راح يمرر لباراميتر لبرام، اتفقنا؟ هذا جملة كول، لقى جملة كول راح ينتقل control transfers to function، التنفيذ ينتقل إلى الفانكشن المستدعى. التعريف، الخطوة الثالثة تمرر قيمة سي لباراميتر، هاي الخطوة الثالثة. بعد ما مرر القيمة بحكي لنا الإكسبريشن إن فانكشن إز إيفاليويتد، بنفذ جسم الفانكشن. بعدين الخطوة الرابعة ريتيرن فاليو أوف إكسبريشن إز ريتيرن تو ذا إنفوكر، القيمة ترجع للمستدعي، إنفوكر اللي هو المستدعي. هاي القيمة شو راح يعمل فيها؟ راح يسندها ل إف. شوفوا المين بروجرام، شوفوا منين التنفيذ ببلش، من المين. طب شو هو المين؟ شو هو المين؟ المين هذا الجزء الخارجي اللي احنا كنا نكتب فيه دائما، هذا كان مين. الجزء الخارجي بدون فانكشن هذا نسميه مين بارت. التنفيذ لو في 100 فانكشن هون راح يروح على مين؟ على المين بارت. ببلش خطوه خطوه سيكونس زي ما تعلمنا، اذا لقى لوب بكرر، اذا لقى اف بناء على شرط بينفذ شيء معين او بتركه حسب اللي تعلمناه بالضبط. هو راح يبلش من المين بروجرام، بينفذ ستيتمنتس، بعدين لقى جمله استدعاء، لقى فهرنهايت تساوي سليسيوس تو فهرنهايت اوف 25. هون الارجمنت حطوا قيمه مباشره بصير. طب البراميتر بصير احط قيم؟ لا، البراميترز بس متغيرات، زي لما اجي اقول لام سين تربيع فاصله صاد يساوي سين تربيع زائد صاد، ما بقول لام 5 فاصله، لا، عند الاستدعاء بحدد قيم لسين وصاد. هون التعريف بحط براميتر، بالاستدعاء ببعث قيم، هاي بنسميها الارجمنت، ببعثها للبراميتر. لقى جملة استدعاء قال لي فهرنهايت تساوي سليسيوس تو فهرنهايت، هاي شو هي؟ استدعاء للفانكشن سليسيوس تو فهرنهايت. بنتقل التنفيذ للفانكشن المستدعى وتمرر القيمة 25 لسليسيوس هون. هون سليسيوس راح تصير قيمتها 25. بعدين بيشتغل، هون مش مباشرة رجع النتيجة، قال لي فال يساوي سليسيوس ضرب 1.8 بالعشرة زائد 32، بعدين قال لي ريتين فال، صح ولا غلط؟ كمان صح. يعني هون لو خزنت النتيجة بمتغير اسمه ريزلت، مثلا ريزلت يساوي 1.8 بالعشرة ضرب سي زائد 32، بعدين قلت له ريتين ريزلت، صح ولا غلط؟ صح. هون أنا دمجت الخطوتين بخطوة واحدة، وبصير إني أعملهم خطوتين، بعدين ريتيرن فال. طب الريتيرن فال هاي وين راح ترجع؟ راح ترجع هون للنقطة اللي طلعت منها، بسندها للفهرنهايت، بعدين بكمل الجملة اللي وراها واللي وراها واللي وراها لحد ما يخلص المين كول. طب خلينا هسا من سليسيوس تو فهرنهايت، شرحنا عليه كثير، هسا عمل عكسه اف تو سي. اف تو سي نعطيه التمبريتشر بالفهرنهايت وهو يعطيني السيليسيوس. المعادلة T ناقص 32 ضرب 5 على 9، المعادلة اختلفت لأن أنا بدي أخذ الفهرنهايت ورجع. هذا خليه واجب إلكم، اعملوه أنتوا واجب، أنت اعمله، تكتب function. هاي مكتوب هو مش جاي، خليني أعمل لك functions أخرى. لو قلت لك بدي أعمل function يحسب القيمة الأكبر بين ثلاث قيم، بدي أروح على شيء أصعب، القيمة الأكبر بين قيمتين. أول شيء كيف أعرفه؟ ديف ماكس بستقبل مثلا X فاصلة Y، بستقبل قيمتين باراميترز X و Y، سهلة، F X أكبر من Y return، شوفوا البادي صار فيه X else return Y، إذا X أكبر من Y إذا X الأكبر وإلا فهي Y. طيب هذا تعريفي للفانكشن، شوفوا تعريف ديف اسم الفانكشن، بعدين باراميتر ليست، بعدين البادي حسب الشغل انه بدي القيمه الاكبر بين اكس وواي، اذا اكس اكبر من واي رجع لي اكس، اذا لا رجع واي، لانها واي راح تكون اكبر او تساوي، ما فحصتش تساوي، لو فحصت تساوي متذكرين عملت نستد اف الس. طب هسه بعد ما عرفت الفانكشن ممكن استدعيه برنت ماكس بين ال 23 وال 1، هاي استدعاء.
ممكن أقول له A تساوي int input enter A, B تساوي مثلا. طب لو سميت هون X و Y بصير بصير رح ناخذ شيء اسمه name space و scope rules input. هسا بدون بدي أسمي أسماء أخرى عشان أنت بعدين بشرح لك بعدين رح نصل. هسا بدنا نعرف كيف function. بقدر أقول له print مثلا الماكس ل A و B بين A و B و A و B قرأت قيمهن من الكيبورد. كيف رح يتنفذ هذا الكود؟ رح يتنفذ منين؟ من الفانكشن مباشرة يروح على الفانكشن ولا بيجي على مين؟ هذا الجزء قلنا الخارجي شو اسمه؟ مين بارت. بيجي من البين بارت، لقى جملة طباعة، ينفذ جملة جملة، زي ما تعلمنا، البرنت. لقى الإشي اللي بده يطبعه هو جملة استدعاء للفانكشن ماكس. لقى جملة استدعاء للفانكشن ماكس، قلنا شو بصير؟ بنتقل التنفيذ للفانكشن. وبمرر القيم للباراميترز، الأرجيومنت للباراميتر. الإكس رح تاخذ القيمة 23 والواي رح تاخذ القيمة 1. اتفقنا؟ بعدين قال لي إف إكس أكبر من واي، هل إكس أكبر من واي 23 أكبر من إذا ريتيرن إكس. شوفوا ريتيرن إكس رح يرجع مباشرة، حتى لو في جمل أخرى ما رح ينفذها، رح يرجع لي هون ال 23. رح يرجع 23، قلنا بس يطلع هاي إكس وواي بلغيهن بحطمهن. 23 هاي شو رح يعمل فيها؟ رح يطبعها على شاشة المخرجات. بعدين رح ينفذ الجملة اللي وراها. الجملة اللي وراها A. Int input enter A. هذا function. الـ input أصلا هو function. رح يطبعني عبارة enter A. ورح يطلب هاي call، هاي جملة استدعاء على فكرة للـ function اللي اسمه input. الـ print كمان function. انتر ايه دخلت مثلا سالب 15 رح ينشئ ايه هون بالمين قيمتها سالب 15 كذلك بي رح يطبع لي انتر انتر بي بدي اكمل هاي دخلت مثلا 10 رح تكون بي قيمتها 10 بعدين جيت قلت له print max بين A و B هاي شو راح يعمل؟ هاي شو جملة ايش؟ جملة call للفانكشن max قيمة A راح يبعثها ل X X بتصير سالب 15 لاحظ؟ مجرد من كل ما يلاقي جملة الاستدعاء بنتقل للفانكشن المستدعى بس يرجع النتيجة بيرجعها للنقطة اللي طلع منها Y قيمتها 10 بمرر لها قيمة B طبعا هي مش بهذا المبدأ هو مبدأ references بتتذكروا X بصير reference على القيمة سالب 15 Y بصير reference ثاني على 10 reference ثاني هاي راح نجي لها بعدين بس هسا نفترض انه هيك انه X صارت قيمتها سالب 15 Y هل X أكبر من Y؟ لا بروح على else برجع لي قيمة Y اللي هي العشرة و X و Y قلنا شو بعمل؟ بحطمهن العشرة هاي وين بترجع؟ بترجع له هون شو عمل فيها؟ print طب خليني أنفذها مرة تدخل نفس القيم عشان لأني اتبعت عليهم سالب 15 و10 هي طبع لي 23 أول شيء بعدين طبع لي انتر A دخلت سالب 15 انتر B دخلت 10 بعدين النتيجة اللي رجعت رجعها لهون وطبعتها واضح الفكرة؟ واضحة؟ طب لو قلت لك أنت أكتب الفانكشن بحسب القيمة الأكبر بين ثلاث قيم بين X و Y و Z حاول تكتبه المرة الجاية إن شاء الله منكمل الكل كتب رقمه واسمه المتسلسل الرقم المتسلسل واسمه كتبته للحضور والغياب مش ضروري كل مرة أذكركم لحالكم مباشرة بس تدخل اكتب اسمك مع رقمك المتسلسل اكتب اسمك مع رقمك المتسلسل أول ما تدخل يلا الكل يكتب لأننا بنسكر خلاص خلصنا لأنه المحاضرة خلصت 11 و10 المحاضرة صح؟